مساء الخير. بحلقة يوم أمس تساءلنا القوات الأمريكية دا تنسحب، هم راح نشوف أكشن لو لا؟ بعد الحلقة بأقل من 4 ساعات الجماعة قالوا مو تدللون، شمروا لهم صاروخين على المنطقة الخضراء، يعني توقعاتنا أجت بمحلها، لأنه الميت ميتنا ونعرف. ليلة الأمس وتحديدا الساعة 3:45 الفجر هذه الأجواء كانت في بغداد. خلونا نتابع سوية، يلا شباب. خفض الثاني مات عاصم الله خبرك ما دام دقت حكوا في هذا قبل لو قال بعدك هذا ما خلص خلية الإعلام الأمني تقول صاروخين كاتيوشا انطلقا باتجاه الخضراء، واحد انفجر بالجو بواسطة منظومة سيرام، والثاني سقط قرب ساحة الاحتفالات وتسبب بأضرار بعجلتين مدنيتين. يعني الموظفين بالسفارة الأمريكية كملوا فيلم السهرة عادي، والجماعة يذكروني بالفيلم المصري حبيبي الأسمر تحديدا بجملة نشنت يا فالح. المهم مثل ما تعرفون احنا نحقق الإنجازات بعد المصيبة مو قبلها، لذلك وكالعادة تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ. وين كان موقع الإطلاق؟ من شارع فلسطين قرب جامع الفاروق، يعني شمرة عصا عن مقر وزارة الداخلية. شلون تم نقل المنصة والصواريخ؟ شلون تم نصبها؟ شلون تم الإطلاق وقواتنا وأجهزتنا الاستخباراتية؟ ما تعرف. على كل حال السؤال هنا منو اللي نفذ القصف؟ احنا بالأيام السابقة سمعنا تهديدات من الفصائل، لكن التهديدات كانت في حال انتهت السنة والقوات الأمريكية ما انسحبت. سنة بعد بها 10 أيام تقريبا الحكومة لحد يوم أمس أعلنت أنه الأمور ماشية مثل ما نص الاتفاق، وقاعدة عين الأسد أصبحت خالية من أي قوات قتالية أمريكية. زين منو هذا الفصيل المستعجل؟ من خلال اطلاعنا لقينا بيان صادر قبل القصف بساعات قليلة من مجموعة تسمي نفسها لواء فاتح خيبر، تعلن به التالي: قررنا أن نتصدى للعدو الأمريكي بضربات موجعة تقض مضاجعه وتزعزع أركانه وتهدم بنيانه حتى يخرج من أراضينا، ويبقى سلاحنا بأيدينا مع أخواننا في فصائل المقاومة حتى تحرير كل الأراضي المحتلة والقدس في مقدمتها، تمهيدا لقيام دولة العدل الإلهي، ومن الله التوفيق. اللي يسمع هذا الخطاب يقول هذا الفصيل قديم وكلش مسيطر، لكن من سوينا سيرتش ما لقينا له أي ذكر، وحتى قناة التليجرام مالته تم فتحها يوم الجمعة وتتضمن هذا البيان فقط. يعني الفصيل تشكل قبل يومين وسوى له قناه على التليجرام وقدر يقصف السفاره الامريكيه. هل شيء معقول اللي هو مجرد اسم وهمي اخترعته الجهه المنفذه للقصف حتى توصل رسائلها بدون ما تتبنى؟ واذا تنسيقيه المقاومه ما لها علاقه بهذا الفصيل، اعزائنا الاجهزه الامنيه، احنا صار لنا سنين ندعو الى حصر السلاح بيد الدوله. هسه عوفوا السلاح القديم، بس على الاقل منعوا تشكيل مجاميع مسلحه جديده. هذا اللي يتعلق بالجانب الامني. أما الملف السياسي فالهدوء غريب، والظهر أكو شيء ينطبخ على نار هادئة، وبالتالي راح نصير حالنا حال طباب الخير بين الرجال ومرته، يتعب ويركض ويقنع بالطرفين وتالي يتصالحون بوحدهم ويطلع هو بس بشلعان القلب. هسه ولاد جماعة مركضين الشعب بمشاكلهم، وبأقل شيء يقولوا لك السلم الأهلي مهدد، وبعدين يرجعون حبايب وأكثر من قبل.